اهلا يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. حبايبي الكرام، رجعت لكم مقطع جديد. حبايبي، مقطعنا اليوم حبايبي راح نحاول نحصل على هذا السكين اللي هو موجود وراي، هذا اللي جنبي شايفينه. من شوي نزل الحدث حبايبي، و مش يعني كثير متحمس اشوف هالسكين، يعني لانه شايفين اول ما ندخل على اللعبه موجود بالواجهه. خلينا ندخل على اللعبه ونشوف، ندخل على اللعبه وندخل على المتجر او الحدث. يلا ليتس جو، هذا هو. خلينا ندخل عليه مباشره يا اساطير. حبايبي، قبل ما نبلش المقطع لا تنسوا تصلوا على حبيبنا محمد، ولا تنسوا كمان حبايبي الناس الداخله جديد. انا دائما بعمل بثوث مباشره على الفيسبوك، اللي ما بيعرف اهلا وسهلا، تعال تفضل على الفيسبوك. دائما بنعمل بثوث مباشره، الرابط احط لكم اياه تحت بالوصف. وقبل ما نبلش يا اساطير، لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، وخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش يا اساطير. ليتس جو. اوكي يا اساطير، طبعا شباب قبل ما نبلش على نشوف شو في موجود. في موجود، انا الصراحه يعني من شوي فايق من النوم والان يعني باين. قول بسم الله. عندنا هون الخمس بطاقات قسيمة الاسلحه، هون في خمسه بنقدر نشيلهم. طبعا هون الشباب الناس ما بتعرف، في مثل الدويره، ماشي الدويره، هلا راح افرجيكم مباشره راح تشوفوا. طبعا هون لازم نشيل شيئين ما بيلزمونا، يعني مثل دايرتين ما بيلزمونا، فهمتوا علي يا حبايب؟ طبعا راح نشيل مثل ما موجودون قم بذات الغرضين غير ضروريين من مجموعة الجوائز. اوكي، راح اشيل شيئين اللي ما استخدمهم دائما. طبعا هاي الشخصية ما عندي اياها وربما اتذكر، بس يعني راح اشيل هذول تبعت المرافق وهذول والحيوانات ما يلزمونا، ما لنا مصلحة. اوكي نبلش هون شوي، سوون يا اساطير ونبلش. اعمل حالي بالجروب واشي مشان بتعرفوا، يعني طبعا اللي الناس ما بتعرف كيف تدخل عليه موجود، بروح على نيوز موجود هون. اوكي تغني غنية حتى اللغة بالفرنسية انا. اوكي حبيبي، خلينا ندخل هون على شرط الاستفهام. ليتس جو. اذا طبعا شباب هون موجود كل التفاصيل الحدث، كل شيء موجود عندكم، كل شيء موجود الشرح. اول لفه بتسع جواهر، 49 69 تاك 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 تاك. انا حسبتهم تقريبا راح يكلفنا تقريبا شيء 2600 3000، بس راح نشوفها بعد. اذا ما يكفى راح نشحن. يلا نشيل هالشيئين حبايبي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يعني شباب، هل احداث اكون صريح معكم، بحياتي 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 ما ولا مره اجتني يعني من اول لفه او يعني من اول ثلاث لفات، دائما 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 اخر لفات، دائما بتعرفوا شيء، يعني الناس الموجوده معنا دائما بتشوف بتعرفوا شيء، دائما اخر لفات. بقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. يا رب يا رب يا رب ليتس جو. ثواني شيل هاي طبعا هون، ليتس جو. يا عارف، يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قول الحمد لله. يلا ليتس جو اللفه الثانيه، ليتس جو روح. يلا يلا، او ماي جاد. يلا كمان لفه الثانيه، يلا الثالثه، هلا صرنا وصل. اوكي هون بيعطونا الصناديق، خلينا نشوف شو في موجود هالصندوق. يعني انا حذفته هذا من على اليمين من هون يا اساطير، من وراي هذا، واخذت هذا الصندوق اللي وراي شايفينه، واخذت هذا. اوكي اعطاني هذا الصندوق. اوه لا لا، اوكي خلينا نرجع لمحلنا. 69 يلا ليتس جو. يلا يا زلمه اعطيني، يعني والله يعني والله حرام والله حرام. اشتهيت شي مره يا اساطير، اشتهيت شي مره انه يطلع لي من اول لفه، يعني يطلع من اول ثلاث لفات اربع لفات، ما وصل لاخر لفه. يلا يا رب يلا، باقي واحد هون، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يلا ثلاثة، يلا يا زلمة. صندوق الشوتجن، صندوق الشوتجن عندي اياهم كمان، يعني حتى لو هدول هذا الشيء ميت، يعني حبيبي بعرف انا حظي، بعرفه حظي وبعرفه، دائما بوصل لاخر شيء ما بعرف ليش. خلينا ناخذ هاي الاربع مرات لنشوف شو راح يطلع لنا. اوه قسايم، حلو حلو، اعطانا قسايم. يلا 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 ليتس جو. بليز بليز بليز
يعني بعض الاحيان حبايبي يعني ما بعرف شو بداخلكم، عم بعذب حالي على الفاضي. يعني بعرف انه من اول ما بلش الحدث، من اول ما بلش كل شيء، بعرف انه راح اوصل للاخير، راح تشوفوا بعيونكم. هاي الرامية، يلا روح. شفتوا؟ شفتوا؟ بس فيها لسه في امل، لسه عنا امل. خلينا ست مرات شو هذا، اعطوني قسيمتين، بتحقوا علينا عم تعطونا قسيمتين، عيب عليكم يا زلمة. اوكي 700 هلا باقي 700 و1000، ان شاء الله يطلع لنا اياه 700 حبايبي، ان شاء الله يدعوا لنا يا حبايبي. حبايبي انا شو قلت لكم؟ انا شو قلت لكم؟ يعني يعني بعض الاحيان بقول لحالي خلص عليكم، ادخل اضرب على السريع ولا توجع راسك. بعرف بعرف حظ بهذا دول دويرات الدور والاربح، دائما 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 اخر مره بتطلع لي. ها وهي اخر عجة لفة. تهانينا تهانينا تهانينا، ايه تهانينا، ايه اخر لفة يا زلمة. اوكي حبايبي شوف النسر مبسوط. يلا خلينا نروح ندخل على 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 الارمور، خلينا ننزل شوي الكاميرا هيك لما تشوفوا على رواق يا ستير. اولي جود جوب. وينو ليك؟ اوه عن جد كلش حلو، عن جد حبايبي كلش حلو، حلو السكين كثير يعني كلياته كلياته، ما في ما في ما في يعني. اوكي في هون هذا اللي فوق شعراته والوجه، يعني عن جد السكين كل... ثواني ثواني ثواني، لا 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 ثواني، راح البسه كله ونشوف مع بعض. شيغواوا محطوط القناع، القناع محطوط، القناع في شي قناع محطوط. يا سطير عم بقول لحالي ليش هيك صاير. اوكي 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 هذا هذا نقدر نحطه دائما بالوجه اللاعب، ما كنت اعرف. حلو حلو، استنى بس نشيل ال، خلونا نشيل ال هاي، وين هاي؟ بنحاول نشيلها يا زلمه. شو بدنا نشيل؟ شو اوكي 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 خلينا نحط النظاره هي. طيب خلينا نعمل له هيك، ثواني بس ثواني بس يا ساتير، اول شيء نعمل له هيك. المهم هذا هو السكين، عن جد كلش حلو، بس الحذاء شوي كبير، بس من فوق لتحت عن جد كل شيء حلو كلش حلو. طبعا يدخل هون، خلينا نحل بلبس له الحذاء اللي دائما البسه دائما احبه، شو كيف راح يطلع. اعطوني رايكم حبايبي، اعطوني رايكم، انا دائما بحب احط هذا الحذاء، عن جد هيك كلش حلو، عن جد شيء جميل كثير كثير. اوكي شيغواوا ورا يا سلام، عن جد شيء حلو. ثواني نشوف دقيقه شوي نحاول. بينما التشيكيت مشكلة، ما اعرف ما اعرف ما في شيء، عم فكر احط شيء يعني هيك ولا هيك، ما بتطلع. نحط الطاقيه هاي كمان تطلع حلو او هيك، ما اعرف يعني. خلينا نحط له شيء راس، شيء شغله الراس مثلا، شو راس نحط له؟ راس الجوكر كمان، على راس الجوكر يطلع حلو، فهمتوا علي كيف؟ بس عن جد على راس الجوكر حلو. نحط له ال ال نجرب هذا. حتى البنطلون حلو كتير، يعني البنطلون حلو كتير حبايبي، يعني يعني يطلع يطبق على كل شيء، شايفين؟ ما تعرفوا بعض السكنات يطلع مجعلك، ما اعرف شو، فهمتوا علي كيف؟ عن جد كلش حلو. بس ثواني شوي بدنا ارجع نلب نفسه، ثواني. شوف عن جد حلو، كل شيء فوق حلو. خلينا بس حابب اجرب شغله، اوه عن جد شيء حلو، شيء حلو. الراس خلينا نترك الراس، حتى عم نركب له بنطال الجاز، تعرفوا بنطال الجاز كثير حلو، يطلع يلبق لكل شيء. وينه؟ ثواني بس يا حلوين، لا حلو حلو، شيء مرتب الصراحة، شيء مرتب سهل السكين. حط له البنطلون الخف اللي بحبه دايما، ثواني نشوف. يا سلام هيك تشكيلة حلوة كمان. اوكي شباب، اوكي يا حلوين، هذا هو السكين شيغواوا، عن جد كتير حلو. هيك
يعني بتحب ادخل اشوفه بالتدريبات. خلينا نشوف شكله الخارجي يا اساطير، ثواني بس. والله شيء حلو. ثواني نايس، حلو والله يا اساطير، حلو. اوكي حلوين، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم. ان شاء الله عجبكم مقطعنا يا اساطير، بتشكر الجميل لكل من تابعنا، ولا تنسوا حبايبي تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وان شاء الله عن قريب شباب رح نعمل لكم مسابقات كتير اسطوريه رح تعجبكم هالكم يومين يا حبايبي، ونتمنى لكم يوم سعيد وكل شيء تتمنوا يا حبايبي. يلا نشوفكم على خير، نشوفكم على المقطع الجاي، سلامات.